حبايبي نبدأ كده إن شاء الله. ده امتحان دور مايو 2013، كان شوية مرهق في إعرابه وفي كلماته. بيقول العلم له مجالات متعددة تحتاج إلى مساع إليه، لهذا يحاول الباحثون أن يلاحقوا الحركة العلمية فيما وصلت إليه حتى تكون الثمرة، أي حتى توجد الثمرة التي نرجوها. فإذا أخذنا أنفسنا بالجد وبدأ أبناؤنا يهتمون بالعلم فذلكم السبيل. فذلكم السبيل الحق. فالعلم يا أبنائي حتى يتحقق الأمل ويظهر المجتمع مهيبة مكانته ونصل إلى ما نصب إليه من رفاهية وتقدم. العلم له مجالات. عاوزين أحبائي نعرف مجالات عيني. كلنا يا حبيبي واخدين حاجة اسمها تقديم الخبر على المبتدأ. من يعرف كده؟ في البيت رجل، في البيت شبه جملة خبر مقدم ورجل مبتدأ مؤخر. ها للعلم مجالات، شبه جملة خبر مقدم مبتدأ مؤخر. بس في حتة صغيرة بس كده، هو جاب مبتدأ أول العلم، ده مبتدأ أول، مجالات ده مبتدأ ثاني، شبه الجملة دي خبر مجالات، والجملة الإسمية خبر المبتدأ الأول. تاني العلم مبتدأ أول، ده مبتدأ ثاني مرفوع بالضمة، له ده شبه جملة خبر مقدم، خبر المبتدأ الثاني والجملة الإسمية خبر أول. فكلمة مجالات دي يا دكتور مبتدأ ثاني مرفوع علامة الرفع الضمة. طيب الثمرة يا إخواننا دي اسمها كانت تم. الناس الشطرة عارفة إن كانت تم وكانت ناقصة، وإن شاء الله بالتفصيل ناخدها في الوحدة الثالثة. إيه كانت تم؟ كانت ناقصة. كان النقص لها خبر، كان محمد مجتهدا فيها خبر. أما إيه كانت تامة؟ لا تجد خبر ما بعدها فاعل. ندي مثال كده يا حبيبي، أقول لك إيه، وعدت صاحبي فكان اللقاء فاعل تم، خرجت من البيت فكان المطر تمت، ألا إلى الله تصير الأمور تمت، نفس الحركة حتى تكون الثمرة. ما جابش خبر لأن التي دي يا دكتور اسم موصول، نعت الاسم الموصول المعرف، هذا اسم موصول يعني عفوا إن جاء بعد المعرفة بيكون نعت مبني ونرجوها صلة الموصول. إذا حتى تكون الثمرة فاعل تم المعنى، أي حتى توجد الثمرة. وبدأ هكذا أبناؤنا يهتمون بالعلم هكذا فذلكم السبيل، مبتدأ وخبر. يا أولي يا بني هكذا فرضا كده اجتهد ليل نهار حتى تحقق الدرجة النهاية فذلك الطريق، مبتدأ وخبر. عما إذا كانت تم فذلكم السبيل، هذا مبتدأ هذا خبر. السبيل قدام سعادته خبر مرفوع بالضمة. فالعلم ده اسمه أسلوب إغراء. إيه الإغراء أحبائي؟ حث المخاطب على أمر محبوب ليفعله. كان أقول بيجي له صور كثيرة ثلاثة يعني، أقول لك يا بني العلم العلم حتى تسعد، الصلاة الصلاة حتى تفلح. أو ساعات تيجي مفرد أقول لك يا بني الصلاة حتى يرضى الله عنك. ده اسمه أسلوب الإغراء، بندي إن شاء الله في مكملات المنهج. إعرابه سهل خالص، بيكون مفعول به منصوب على الإغراء لفعل محذوف تقديره إلزم، أي إلزم العلم. فالعلم يا أبنائي لما شرحه لسيادتك إن شاء الله بيعلل بيجيب وراء حتى، أقول لك يا بني الصلاة حتى تسعد هكذا. وإن كان درس الإغراء ده لغاية تانية ثانوي ففرصة مجيء قليلة، بس مندير الطالب في مكملات المنهج. تعال نشوف حبيبي كده الاستخراج. هو عاوز أول حاجة مننا إيه؟ اسم مفعول وأعرب معموله. معلش هو كان في هذا الامتحان جاب لنا اسم مفعول شاذ شوية، مهيبة أركانه، مهيب ده اسم مفعول مش على الوزن، من الثلاثي الأجوف، دي من صيغة مبالغة قلناها وإن شاء الله هنأكدها. هاب يهيب مهيب، عاب يعيب معيب، دان يديم مدين. ها حضرتك زي صان يصون مصون. الثلاثي الأجوب بنجيب المضارع نقلب الياء اللي هي مفتوحة، ده من صيغة مبالغة، لأن كنا اتفقنا لو حد فاكر وهننبه إن اسم المفعول ده الميم دي بتكون زيادة مش من أصل الكلمة، لكن المبالغة بتبقى أول حرف أصلي، يعني سميع الماضي سمع، دي كده مبالغة، فعيل كريم كرم. لكن كلمة مهيب من هيبة فالميم دي زيادة، فمهيب دي مش مبالغة، مهيبة مكانته. مهيب ده اسم مفعول من الثلاثي ميم مفتوح ومكانته نائب فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة.
إذا مهيبة أركان ردوة شاطر قال تبقى المجتمع. لا يا دكتور، لا لا يا أستاذ، المجتمع اسمه كان من غير الثلاثي ما ينفعش. عاوزين مصدر مؤول وبين موقع الإعرابي. المصدر المؤول أنه المضارع. مين معك يا من حبيبي ذكر؟ فكر كده، يلا بص على القطعة، برافو عليك، أن يلاحق. يلا يحاول فعل مضارع، الباحثون فاعل مرفوع بالواو، ملاحقة مفعول به. يبقى ده مصدر مؤول في محل نصب مفعول به. خدت بالك؟ أنو المضارع يحاول فعل مضارع، مين اللي بيحاول؟ الباحثون بيحاولوا أن يلاحقوا. أنا بحاول في النهاية كلمة واحدة، أن يحاولوا الباحث ملاحقة مفعول به، إذا مصدر مؤول في محل نصب مفعول به. عاوزين فعل الشروع واسك الحكم الاقتران، ربنا يسامحه. الأخ اللي قدامنا وهناخد إن شاء الله بإذن الله جاب فعلين شروع، واحد عامل والتاني مش عامل، وكعمل الطلبة هات أخذها كده، مين معنى من الطلبة؟ أخذنا أنفسنا، حرام ده كده، حرام. اللي حضر معنا أو ما غيرنا من الزملاء، قلنا أفعال الشروع عشان تعمل عمل فعلها لازم الخبر جملة فعلية فعلها مضارع، فكلمة أخذ ما تنفعش، فاللي جابها طبعا فقد الدرجة. الصاحبة بدأ، أبناؤنا يهتمون، أهو الخبر جملة فعلية فعلها مضارع، سامحه الله، جاب أخذ وجاب بدأ، بس دي ما تنفعش، الخبر مش جملة فعلية فعلها مضارع، لكن الخبر جملة فعلية فعلها مضارع. حكم الاقتران طبعا ممتنع، أفعال الشروع يمتنع اقتراننا بإيه؟ بأن. بعده عاوزين جملة نعت، رزلة، سنجيبها إن شاء الله. شو بقى لازم ناخدنا؟ تابع إيه العصاية دي كده؟ العلم مبتدأ أول، مجالات مبتدأ ثاني، شبه الجملة خبر مبتدأ إيه ثاني، والجملة الإسمية خبر أول. إعرب مجالات كده مبتدأ مؤخر خلاص. من يعرف متعدده؟ نعت مرفوع بالضم كلمه ايه؟ مجالات، صح؟ تحتاج الى مساعي، هي مين اللي بتحتاج الى مساعي؟ مجالات. هو جاب نعت مفرد اهو، وجاب نعت جمله، وقلنا كان ده كتير ان شاء الله هنعدهولك. تاني مجالات ده هي مبتدا مؤخر مرفوع، متعدده نعت مفرد، تحتاج الى مساعي، الجمل بعد النكرات صفات، ده مبتدا، الخبر بتاعه تمت الدنيا، ده مبتدا وده خبر، تمت الجمله خلاص بقى. الكلام عايد على مين يا دكاتره؟ عايد عندنا على المبتدأ المؤخر، وبإذن ربي لما اديك جملة النعت والحال هعرف سيادتك ازاي يجي النعت من المبتدأ. حالة واحدة بس تنتهي منها، لو كان مبتدأ نكرة والخبر شبه جملة. متعددة دي عايدة على مجالات، نعت مرفوع بالضم، تحتاج إلى مساعي، دي جملة فعلية في محل رفع، عايدة على كلمة مجالات. طبعا بالنبي اخوانا ونخلي بالنا، حضركم هدي قدام سيادتك، تحتاج إلى مساعي، جملة في محل رفع، نعت. حبيبنا أجب كما هو مطلوب، أنت تعلو بالعلم، كنت أشرنا كتير جدا لهذا المثال، قال لك مرة خليها إيه؟ الجمع المذكر والمؤنث، ووزن المذكر أنتم تعلون، طبعا حبيبي حفظهم، مش دول رجالة وهو الجماعة، يبقى الميزان ما استفعون يا أولاد، أنتن تعلون يا أبنائي، وماله أنتن تعلون، طبعا السكون ده مش في مكانه يعني، عفوا ما أقدرش أحط عليه سكون يعني، أرجو إيه تلتمس العذر، بنت وابن يعني، معنون النسوة بحط بس إيه عنون فتح، أنتن تعلون تفعلن، تفعلن. يا ما قلنا الكلام ده في الإسناد، إن المذكر اللي هو اللي رجالة يعني بالميزان ناقص، الواو جماعة والميزان ناقص، أما المؤنث كاملين بقى فاكينة القصة دي ستة كاملين، الواو دي واو أصلية، الميزان تفعل باللام تفعل. يسعى الإنسان لطلب العلم يكون محققا، اربط بقى ده شرط جازم، مين يربط كده يا أولاد؟ ها؟ الكلمة عندنا متى يسعى، إن يسعى، من يسعى، يسعى يكن، حذف حرف العلة يا أولاد، السكون كما ترى. بادأني الصديق بالتحية، طبعا ده كان البناء المجهول، الفعل كرزل، وزني أخبرنا فاعلني. هنا السؤال يا أحبائي، لو سألتك في الفاعل الصديق أهو بشيله، المفعول به الياء، بادأني، عشان أعدل كلامي أحبائي أحول التاء متحركة تاء بالضم، يا بص هكذا، كافأني محمد، كوفي تو تو تو، التاء دي نائب فعل، أكرمني محمد، أكرمت، بادئني، بص بودئت، شوف بص كلمة بودئت، التاء تاء الفاعل أهي، بودئ زي كلمة إيه؟ جادل جودل، عاون عوين، بادئني بودئت، حاسبني حسبت، هكذا ناقشني نوقشت. خلي بال سيادتك بودئت، أدي ضم الأول أهو يا إخواننا،
كسر ما قبل الاخر. خلي بالك الهمزه هي الاخيره، ولذلك الدال تحت الدال كسره. بودئت، بودئت بالتحيه، شبه الجمله قدام سيادتك ما هيش نائب الفاعل، لا ده التاء دي هي الضمير مبني في محل رفع نائب فاعل. اكشف في المعجم عن ميناء ونايا، اسمها الكلمات المحفوظه، وازيك لما اديك المعجم هديك كلمه تحفظ. اضطراب، ضرب، مزيد بالالف والطاء، ميدان، ميدا. احبائي انتقلنا الان الى امتحان ثاني، هو امتحان 2012. نبدا كده دور مايو 2012. حاول بقى تفصل بين ده وبين ده. شوف كده القطع حبيبي. كان عمر بن الخطاب عادلا حكمه فاصلا قوله، لا يخشى في الحق لومة لائم، متواضعا. كان في السنة دي جاب ايه خبر كان كتير يعني. متواضعا في مظهره، وفي عصر حاصر المسلمون أرض السلام القدس. أرض 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 أرض، بص كده، حاصر المسلمون أرض السلام القدس، عايد على الأرض ده البدل، حاصروها طويلا. الطالب الشاطر عارف الإجابة. ولما اشتد الحصار على أهلها كتبوا إلى عمر لرغبة في الصلح، على أن يكون هو، أي عمر يعني، هو المتولي عقده، هو المتولي، المتولي عقده، حر، هو المتولي عقده. فجاء إليهم وكتب لهم كتاب الأمان لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم، وألا يكرهم على دينهم، وألا يضار أن ولا أحد منهم. ثم قال لبطريقهم، أرني، سببت مشكلة كبيرة جدا، موضعا أبني عليه مسجدا، قال على الصخرة التي كلم الله عليها موسى، ولا يزال المسجد قائما مكان. الإعراب، أول كلمة متواضعا خبر كان، أن كان عمره، الاسم اسم كان، عادلا ده خبر أول، فاصلا خبر ثاني، متواضعا خبر ثالث، بس هم الخبر كان وخلاص، اهو خبر كان منصوب بالفتحة. مين يحل بقى؟ حاصر المسلمون أرض القدس طويلا، ها ها، مين يحلها طويلا؟ برافو عليك، نائب عن المفعول المطلق منصوب بالفتحة، أي حاصر المسلمون أرض السلام القدس دي حصارا طويلا، هو المتولي عقده. اللي يجيب طالب ممتاز، ها مين يفكر؟ المتولي عقده، مين يجاوب؟ برافو عليك، اعمال اسم الفعل، يتولى عمر عقده كتابته، فاصبح كلمه عقده مفعول به منصوب بالفتحه، اعمال اسم الفعل. والا يضار، ده اللي حذرت منه لما قلت لك ثلاث ادوات، ان وكي وحتى، نجيب بعدهم لا ما تاثرش، الا كي لا حتى لا، الا يضار فعل مضارع منصوب علامه النصب الفتحه كما ترى. الاستخراج، بص يا فندم، عاوزين فعل من الافعال الخمسه، مين يطلع كده؟ كل مضارع اتصل بألف اتنين واو الجماعه ياء مخاطبه، مين معانا من الشباب؟ الله عليك، برافو عليك، ممتاز ممتاز، شطره. يكره مضارع منصوب علامه النصب حذف النون، دي ان، برافو عليك، الا يكره. اجابه بعدي، عاوزين منك جمله لا محل لها من الاعراب، هات اللي تجيبه، لان دي كتير جدا بقى، اشهرها الجمله الابتدائيه اللي هي يعني كان عمر، دي جمله ابتدائيه لا محل لها من الاعراب، اول جمله بتبدا بيها. لو حتى اي جمله مبدا مبتدا، جمله صيغه الموصول. تعال نشوف كده الاجابه معنا يا اخواننا، كان عمر دي ابتدائيه. شوف الثانيه، التي كلم الله عليه، صيغه الموصول دي التي، ادي جمله الصله لا محل لها من الاعراب، اسمها عندي جمله صيغه الموصول. كل ولادنا بيجيبوا اول جمله في العباره، اسم عندي يا احبائي جمله ابتدائيه لا محل لها من الاعراب. عاوزين بدل، البدل ده كان شويه رزل على الشباب، بس اللي جاب جاب، مين يجيب البدل؟ ها برافو عليك. بص هي بقى ارض السلام القدسيه، من ارض السلام القدس، احنا كنا قلنا او هننبه ان لما يقول لك مثلا كلمه دوله واذكر اسم الدوله بدل، يعني عاشت دولتنا مصر، مصر بدل، عاشت دولتنا العراق، العراق بدل، عاشت محافظتنا القاهره، القاهره بدل، فساعات يذكر الدوله مسمى دوله ومدينه ويذكر اسم المدينه. اهو بص الكلمه، حاصر المسلم ارض السلام، ارض ايليا بقى القدس، فده بدل مطابق،
زي ايه؟ فاز الأديب نجيب محفوظ، هكذا نوع ده بدل مطابق. أحبائي بعده عاوزين ضمير متصل في محل رفع زي هو أو هي أو هم أو جماعة، ها قلنا كم ده تدور كده حين فضلك كده، هل هنا في ضمير رفع؟ شوف ساعتها كده بين أو أحبائي، السطر رقم 3 هو ضمير رفع، واو الجماعة ضمير رفع، سهل خالص. ضمير النصب اللي كان سخيف، آه مين فاكر هيك؟ الهاء والياء والكاف آخر الفعل مفعول به، ضربك ضربهم ضربني، لك أن تتخيل هذا سطر 2 3 4 5. بص أريني الياء، لكن ده دي كلمة أدنى من كلمة بنا يا ابني، يعني الياء من أصل الكلمة، لكن بص أريني أكرمني أريني، هو مين اللي هيوريه فنم؟ قال بطريق، والياء مفعول بعيد على عمر، أريني ضمير مبني في محل نصب مفعول به أحبائي. أجب كما هو مطلوب، إذا خشيت الله حظيت برضاه، حط إن بس بشرط، خلي الفعل بتاع الشرط وجاب مضارعي، يعني اقلب دي مضارع، يبقى تخشى، هنا تحظى، وحط مين إن، تبقى إن تخش تحظ، إن تخش تحظ، إن تخش تحظ. آه ده اللي كنت خوفت منه، لتبن ابن، اللام دي لام الأمر يا أحبائي. والمضارع بعدها بيكون مجزوم حبيب، هنا ابن لا ده فعل امر مبني على حذف حرف العله، ده معرب المضارع لكن الامر عندي مبني. بص بقى لتبن، فعل مضارع مجزوم بلام الامر علامه الجزم حذف حرف العله، ده مضارع لام الامر، لكن ده فعل امر مبني على حذف حرف العله، المضارع معرب انما الامر مبني يا احبائي. والله لا يكسبن عمر رضا الناس او رضا الله، خلي ده ممتنع التوكيد، اما خليه ممتنع بحط مين بقى احبائي؟ سوف او الان. بص والله لسوف يكسب او والله ليكسب عمر رضا الله الان، هو حد يكتب والله لسوف يكسبن؟ لا طبعا يا اخواننا، خلي بالنا من حاجه زي كده. اكشف في المعجم مع كلمه اشتد، شدد زي استمر مرر استقر قرر، بنشيل الف والسين والتاء تبقى كلمه قدامك شد اشتد، هنا خماس بشيل الف والتاء تبقى شد، يبقى شدد زي استمر مرر استقر قرر، يبقى المعجم قدامك شدد باب الشين فصل الدال مع الدال. احبائي كده بيكون انتهى امتحان 2012. خش على امتحان 2011 كده برضو حبيبي. 2011 بيقول من نتائج الحضارة الحديثة واثار التعليم الشامل الموحد ظهور ما يسمونه الرأي العام، إنه يوجد كلما وجدت التربة الصالحة للظهور، وهذه التربة الصالحة هي الأمة الموحدة في جنسها وعقائدها وآمالها، فكل شو بركز بقى كده، فكل كائن، خلي بالك يا ابني ده مضاف إليه مستقل نعته، يخلق وينمو إلى أن يصبح هو الكائن قوة ناضجة، يصبح هو الكائن يعني قوة، خبر كان يا ولا منصوب بالفتح، ناضجة دنعته، بص محركة كما النعت يا ولا تؤثر في الدولة، نعت الجملة. طيب الكلمة تؤثر في الدولة والمجتمع يحسب لها الحكام والمحكومون ألف حساب، إعرابك يلا من معنى اشتغل معنى يلا. من نتائج الحضارة الحديثة وآثار التعليم ظهور، شفت لعبة جميلة جدا، فكرة كويسة برضو، شبه الجملة بادي كل ده من، بادئ من شبه جملة، ده المبتلى المؤخر، ظهور ما يسمونه الرأي العام من نتائج الحضارة، كل ده شبه جملة، ده المبتلى المؤخر. يبقى أول كلمة في الإعراب قدامك عندنا مبتلى مؤخر مرفوع بالضمة، وجدت التربة، وجد فعل مبني مجهول، يبقى التربة نائب فاعل مرفوع بالضمة. إعرابها إيه كده، فكل كائن مستقل يخلق وينمو إلى أن يصبح، أي يصبح هو، يصبح قوة، خبر يصبح منصوب علامة النصب الفتحة، ده النائب عدد لو حد فاكر في الشرح لما قلنا كفة الميزان، أدي يحسب أهي حسابه، فاكر أنت ضربت المجرم 50 ضربة اجلدوهم 8 جلدة، أو يحسب ألف حساب اعرب ألف، هتبقى عندنا نائب عن المفعول المطلق منصوب بالفتحة، لأن كلمة يحسب هنا بمعنى يقدر مش بمعنى الظن يا أولاد. كمل كده، أدي الاستخراج
عاوزين من سيادتك اسم مفعول بس من غير الثلاثي واذكر فعله قدامك القطعة. ها مين قدر يجيب يا اخواننا كده عندنا غير الثلاثي ميم مضمومة زائد فتح ما قبل الاخر؟ برافو عليك، هو عايزه من غير الثلاثي. الموحد ضم الاول فتح ما قبل الاخر، او الموحدة. الماضي بقى هو مش عاوزه بالضم، وحدة او وحدة سيان يعني ماشي، بس ما تجيبش كلمة المحكومي المحكومون، ده ثلاثي حكمة ما ينفعش. ما ينفعش كلمة محركة عشان دي اسم فاعل ضم وكسر، محري محري، مستقل ضم وكسر، لكن اسم مفعول الموحد الموحدة هكذا. ادي الموحد، وحدة جاية مبنية المجهول، طالما ما طلبش الضم اقول لك وحدة يمشي. لك الافضل ان تأتي به مضبوط، ضم الاول كسر ما قبل الاخر، الموحد هكذا. عاوزين منك خبر جملة وباقي نوعها، هات لي اي مبتدأ له خبر في القطعة دي كلها، اي خبر. راجل محترم جدا، تعال نجرب كده مع بعض، اقرا كده. وهذه التربة الصالحة هي الأمة، خبر جملة اسمي، ده مبتدأ أو هذا مبتدأ، ده بدل ده نعم. هي ادي قدام سيادتك خبر جملة اسمي. طيب تعال نشوف كده تاني، هل في خبر؟ ممكن تلاقي كمان خبر. فين يكون يا اخواننا عندنا؟ اقرا القطعة كده قدامك، انها الها اسمين، يوجد خبر جملة لمين؟ لحرف ناسخ، فتبقى الإجابة صح عندنا إن كان هي الأمة جملة اسمية لكلمة هذه، أو إن حرف ناسخ الها اسم إن يوجد خبر جملة فعلية. يلا يا حبايبي كده رقم ثلاثة، عاوزين منك جملة نعت. اقرا كده بالراحة، اقرا المثال ده كده. إلى أن يصبح، طبعا في السنة دي بعض أولادنا غلطوا جابوا كلمة يخلق، لا ده يخلق دي خبر كل، كل كائن مستقل ماله، كل كائن ده يخلق دي خبر كل. لكن بص إلى أن يصبح، مين اللي هيصبح؟ هو الرأي العام، هيصبح قوة، خبر منصوب بالفتحة، خبر خبر نعت، ناضجة عايدة على قوة، محرك نعت عايدة على مين؟ على قوة، جايب نعت مفرد تؤثر جملة النعت. تخيل بقى فين بقى؟ ما هو جاب الخبر خلاص، هو بقى تمت الجملة، يصبح هو قوة، ناضجة دي نعت الكلمة قوة، أو محركة نعت الكلمة قوة، نعت مفرد مفرد تؤثر. خب كلمة ناضجة كده، خب ده كده، خب ناضجة ومحركة إلى أن يصبح قوة خلاص تؤثر. أدي جملة النعت قدامك في محل نصب، عايدة على مين يا إخوانا؟ على كلمة قوة. خلي بالنا كان دي امتحان طبعا عايز تفكير شوية. حبايبي عاوزين بعدك يا رقم أربعة، إيه رقم أربعة عندنا؟ عاوزين ضمير في محل رفع وآخر في محل نصب. تعال ناخد اول حاجه الرفع اهو باينة خالص. لو بدانا يسمونه الواو والجماعه اهي، ودي هي اهي ضمير رفع، طب فين بقى النصب؟ الله عليك، الهاء هيك يسمونه هو انه هو اهو، قلنا ده مفعول به وده اسم ان. الاجابه قدامك كما ترى، واو الجماعه يسمونه هي ضمير رفع، النصب انه ويسمونه الهاء. حبيبنا عاوزين كده نجاوب مع بعض، انت الاعلى شانا، اجعل الخطاب للمثنى بنوعي، ومال ده اسم المقصور، انتما الاعليان، ولا ولا اوعى تقول الاعلوان عيب، هحفظك المقصور ان شاء الله. الالف ان زادت عن ثلاثه تقلب الى ياء، انتما الاعليان، انتما العليان، مش العليتان دي خالص، وحفظك المقصور ان شاء الله. تعفو عمن اساء تنال، اربب بهذا الشرط، ان او متى؟ ان تعف تنل. برافو عليك يا ولا، ممتاز يا ولا، تنل اجوف. كمل، ان الساعين لحل مشكلات الشاب موفق، حط عسى، سهله سهله، عسى الساعون ان يوفقوا او يوفقون، ها قلنا دي ان يكثر، شيل النون، ان يوفقوا او يوفقون لما تشيل ميم النون. قلنا هذا المثال كثير يا احبائي. في اي ماده بتكشف عن كلمه مستقل؟ قلل، زي مستمر، مرره. كان حبيبي ده امتحان اللي قدامك 2011، على الاقل بنشوف شكل امتحان عامل ايه، واتمرن عينك كده معانا ان شاء الله. حبيبي ربنا يوفقكم كده ان شاء الله. بننتقل مع بعض الى فرع اخر من فروع المراجعه، وفقكم الله.